السلام عليكم المرة الثانية في ورشة لي دوا دفي. اليوم إن شاء الله بإذن الله نمشي نطلقوا لورشة صناعة الشموع. تانيك عندي الحفة الثانية تانيك مدربة تانيك نعلمكم كيفاش تصنعوا شموع معطرة وشموع طبيعية. كما كنتم تشوفوا بعض الأنواع من الشموع فوالا، كاين تانيك شموع المساج لي بوجي دو مساج يديروا بهم لي مساج، تلقاهم في لي سبا اي تو، سورتو مواد طبيعية بزيوت تانيك زيوت نباتية. ونوريكم تانيك في الورشة، نوريكم كيفاش تشبحوا لي بوجي تاعكم. كاين شموع بلا سيغ دابي بشمع النحل، تانيك هادي طبيعية. كاين عدة أنواع من الشموع، سا ديبون لي مول ديالكم لي كاين. فوالا هادي تانيك شمعة راها هنا في الكاس مشبحة، هاي هادي تانيك اون بوجي. دونك تفضلوا معايا نوريكم كيفية صناعة الشموع. كما سبق وقلت لكم تانيك نمدو في ورشة تاوعنا، نمدو دورة صناعة الشموع المعطرة ولي فوندونسي. دونك مول اللي درنا لا فورمول تاعنا، دوبنا لا سيغ تاع البارافين. دونك ورحنا نقيسو لا تمبيراتور تاعها، سي بون. كي تلحق تمبيراتور معينة نزيدو لا كولور تاعنا ديالنا، سي دي زوكسيد. اليوم انا باش نديرو لا كولور جون. ان جون كلير، تحبو نزيدو شويه، سا ديبون نتوما كيفاش تحبوها، تحبوها فونسي تحبوها كلير. ومشي نديرو لا فراغونس، العطر تاعنا تانيك، العطر لو مول تاعكم. احنا ماشي اليوم ماشي نديرو في هاد لو مول، وماشي نديرو في هاد لي مول. هادو لي دو مول راهم طوندونس هاد العام. دوكا حنا ماشي نوجدو دي فوندون، هاد الفوندون راهم هايلين، يعطرو لي زاموار، نديرهم في لي زاموار في لي ساك. دونك يدون
un bon parfum, fléchant, flébrûleur aussi. Déjà un flébrûleur. فوالا نفس الشيء تانيك هادو نخليهم ينشفوا معانا. الشموع ماشي كيما الاخر، الشموع توتسويت دوك يوجدوا ونقدروا نشعلوهم. دونك مور اللي مدينا الشموع الوقت باش ينشف، دوك تجي ليتاب تاع لو ديمولاج باش نحيوهم لو مول مور اللي يكونوا نشفوا لنا. دونك نجيو نحيوهم لو مول. بون لي مول كيما هضرنا عليهم راه متوفرين اشكال وانواع. هادو سي دي مول اون سيليكون، سينو تقدروا تخدموا بدي مول تاع الشيبس هادو كيما برينغل سي تو، تخرج لكم تانيك الشمعة شابة. دونك فوالا، ومن بعد نتحفوها نقطعوا الفاتيل جوسكيل فو ا ان سنتيمتر سي بون، ونديروا لها لي فينيسيون تاعها. دونك هيا دي اون بوجي، نحو تانيك لي فوندون ديالنا. دونك لي فوندون كيما هضرنا يا يعطروا الخزانة يا يجيو في لي فواتور، سينو نديروهم في لي بغولور نشعلو الشمعة من تحت وهي تبدا تدوب من الفوق. ونجيو للشمعة تانيك تاعنا لا تخوازيام، تانيك نديموليوها بكل سهولة. مازال ما نشفت لنا هادي. هادي ما شفت لناش بيان بيان. دونك ميم مشروع الشموع مشروع كما يقولوا مربح، راهو عاد كيدخل عندنا هنا الجزائر وعليه طلب، ميم يجيو يتعلموا دي زوم فيها تانيك. دونك كل واحد يشوف الميولات تاوعو، كاين دي زوم يحبوا يديروا الشموع بوكوا با. الشموع كما شفتوها حاجه درناها لكم خفيفه، دونك حنا تاني كنديروا دورات في البياف في صناعه الشموع، ورحنا هنا باش نعلموكم كيفاش ديروا، كيفاش كما يقولوا من البدايه حتى اللي الوحده دير البروجي تاعها. و انتظرونا تلك فيديو جديدة على فيديو على